هنا شمال اللاذقية وتحديدا جبهة تل كبانة، يرتفع صوت أزيز الرصاص خلال المواجهات المندلعة بين ميليشيا أسد والفصائل المقاتلة التي تصد يوميا عشرات محاولات التسلل للميليشيات الطائفية التي تستميت للتقدم أمتارا في هذه المنطقة لما لها من أهمية استراتيجية وعسكرية. منطقة تل كبانة التي استهدفها النظام قبل يومين بغاز الكلور تتمتع عسكريا بأهمية كبيرة، لأنها تعد من أعلى المناطق في الساحل السوري، وتشرف مرتفعاتها على مناطق هامة لا تزال خارج سيطرة النظام كقرى في سهل الغاب غرب حماة ومدينة جسر الشغور وقراها غرب إدلب. وفي حال سيطر النظام عليها فإنه سيتمكن من رصد معظم قرى ريف اللاذقية. ميليشيا أسد المتمركزة في قمة النبي يونس وجب الأحمر حاولت خلال الأيام القليلة الماضية عشرات المرات التقدم ميدانيا، إلا أن الفصائل المقاتلة تمكنت من ردعها وقتلت الكثير من عناصر الميليشيات الطائفية مستخدمة الصواريخ الحرارية المضادة للدروع. الميليشيات قصفت بصواريخ جراد وجولان وبقذائف المدفعية جبهة تل كبانة والمرتفعات المجاورة لها، كما وشنت طائرات النظام الحربية 50 غارة جوية بالصواريخ الفراغية مستهدفة الخطوط الأولى للفصائل، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية من الميليشيات الإيرانية إلى المنطقة، وسط أنباء عن أن ما يجري شمال اللاذقية هو عمليات استطلاع بالنار. ولم تصل بعد تعليمات لميليشيا أسد ببدء عمل عسكري واسع النطاق.